أنا أفتخر بابني، أفتخر بابني لأن ابني بطل وساند أخوته وضحى بعنده، ضحى بنظره، ضحى بكل شيء، ضحى ببيته، ضحى بكل شيء، ضحى بأطفاله، وأنا سانده وأنا فخورة بي، فخورة بي وأفاخر كل أم فقدت ولدها، لأن هذول أبطال من أبطال العراق، هذول أبطال، لأن نفتخر بهم، هذول إحنا نفتخر بهم بأولادنا، نفتخر بهم. مهما كبرت الجراح وازدادت الآلام إلى أنها تشفى، لكن جراحات القلب لن تنسى، يؤسر القلب دما ودمعا عند ذكرها. اليوم جريحي بطل من أبطال الجيش العراقي، فقد بصره وفقد طرفه وفقد يده، لكنه لم يفقد الأمل بالحياة. شافى من الجراح لكن لم يشفى قلبه بعد أن فقد ولديه، فلذة أكباده فداء للوطن. إنه الجريح البطل وسام. حياك الله يا بطل، ويانا في برنامج حكاية جرح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسام، قصتك عجيبة وغريبة وبطولية. كنت فداء للعراق أنت وأولادك. اليوم أريد نعرف متى انتميت إلى المؤسسة العسكرية، وفي أي وحدة خدمت، ومتى أصبت، وما هي أهم الأحداث التي دارت في حياتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انتميت للوحدة الخدمة العسكرية 2005، وتطوعت بمركز لواء المثنى فرقة الساسة، وبعدها ذهبنا لدورة دورات تدريبية سريعة، وتصنفنا إلى أصناف، كل من صنفه، وتوزعنا على الأفواج. فصنفي أنا براد ميكانيكي آلي، يعني أنا هذه يعني مهنتي وإلي خبرة بيها. بعدها تتعرض العجلات الهامفي إلى عمليات عبوات، فمن تسقط هاي العربة تطلع عن الخدمة راح يأثر، يعني تأثر بالنسبة إلى نقص. فقمت أعيد هذه الهامر الهامفي، أعيدها بدون استعانة بأي معمل بأي جهة، بس مجرد أرجع أعيد تنظيمها، تصفيحها، تدريحها من جدة وجديد، وأنزلها تنزل للعمل للشارع للقتال جاهزة مجهزة. فحصلت ما حصلت من التهديدات، يعني طاردوني كم مرة على طريق المطار، على طريق السريع مال أبو غريب، رمي على طلقات، ضربة سيارتي، لما وصل الأمر إلى استهداف بيتي، وكنت أنا المستهدف في وقتها، أنا كنت المستهدف. يعني سبحان الله، تفاجأت ورا ساعة أنه يغدقون علي التليفون أنه بيتي احترق، وجهالي عمره 1 سنة و1 أشهر راحوا إلى رحمة الله، والحمد لله والشكر، وسيارتي هم حرقوها. قلت الحمد لله والشكر. تعتبر يعني أنه سبب الإنجازات اللي حققتها من خلال تواجدك في لواء المثنى وفي المؤسسة العسكرية، من خلال التدريع الجديد اللي هو صار تدريع الجام لحماية المقاتلين، وبعض الإنجازات اللي حققتها كان هو هدف لاستهدافك، وبعد استهداف أطفالك واستهدافك أكثر من مرة، يعني ما تراجعت أنه ممكن أنه أنت تنقتل أو يصير لك فتح حادث مؤسف، ما تراجعت أنه تتخلى عن المؤسسة العسكرية؟ لا، بالعكس، هذا زادني إصرار، لأن هم كان العدو المقابلك هو هدفه أنه يهبط المعنويات، بس إحنا الحمد لله والشكر هذا زادني أنا إصرار، لأن من أشوف
اخويا وياي اللي الجندي المقاتل وياي بنفس السرير او نفس مثل ما نقول احنا بالعاميه بالعسكريه نفس القصعه ناكل بيها، انه يتفقده بلحظات. هذا شي يولد عندك، يولد عندك اصرار، ما يولد عندك انه تهبط معنوياتك، لا بالعكس. يعني احنا لواء المثنى وبالاخص لواء المثنى، وكان في مثل ما نقول بحلق النار، يعني قد قدم قرابين من الشهداء، هذا اللي زادني اصرار. نعم، هذا في جانب اصدقائك، لكن انه انت فقدت اطفالك، يعني فقدان الولد وبالذات بعمر الورود، يعني هم اطفال ما صحيح. لهم اي ذنب، يعني ما اعرف شلون اسالك عن حرقة القلب اللي موجودة عندك، وهل حققت إنجاز أنه تأخذ بثارهم؟ والله يعني اللي أخذت بثارهم أنه ما توقفت عن العمل، بالعكس ظليت مصر على عملي، واللي سبحان الله يعني شاء القدر أنه أنصاب وما كملت اللي بعد المشاريع اللي كنت ناوي هندستي ومخططاتي للعجلات العسكرية الروسية. يعني أحسن ما مجمدة هذه العجلات أنزلها قتالي بر برمائي جبلي، أنزلها بهندسة مقاتلة يعني منظومة كاملة، منظومة حربية كاملة، هذه هندسة هذه العجلة كان مخططي. بس انت كانت مخططات وفي في بالك، وكنت محاضر لها موضع لها آلية انه تشتغلها هندسة كاملة، هندسة كاملة. كنت يعني تحصل دعم يعني ليزيد عزمي، هو كان بقتها آمر فوجي واصدقائي واهلي واخوتي والحجية الله يخليها. يعني ايضا حصلت على تكريم من رئيس الوزراء في حينها. نعم، حصلت على شهادة وشهادات دورات من القوات الصديقة ودورات تعليمية ومعلم وهواي هواي أنجزت يعني بهذه الفترة، فالحمد لله والشكر. أنا مفتي يعني اللي أنجزته متفاخر بي، متفاخر بي لأن أنجزت شيء الخدمة هذه مؤسستي العسكرية. يعني مثل ما يقولون احنا كل جندي او كل يعني منتسب يخلي له فد بصمة حلوة حسب امكانيته. يعني اكو جندي ساحة القتال يخلي له فد بصمات حلوة، اكو امراء تخلي لها بصمات حلوة، كل من يخلي له فد. انا الحمد لله والشكر انه خليت لي بصمة حلوة. هذا الإصرار والعزيمة موجودة حتى بعد إصابتك، يعني بعد ما فقدت البصر وفقدت بعض الأطراف؟ ما فقدتها الحمد لله والشكر. يعني رغم ما هاي إصابتي وأني بالمستشفى، زوجتي السابقة تركتني. يعني تحس في الشيء داخلك يعني نوع من الألم، تتألم تقول يعني. فالحمد لله وشكرنا الله سبحانه وتعالى ألهم علي فالصبر ونور يعني بصيرتي وتغيرت يعني 180 درجة وصريت والحمد لله والشكر. طيب وسام، ممكن يعني تتحدث لنا عن تاريخ الإصابة وشون صارت الإصابة وشون نقلت أصدقائك؟ احنا فوج الأول لواء المثنى الفرقة السادسة، موقعنا أبو غريب. فإجا يعني منادات عسكرية إنه نتحرك الفوج مالتنا إسناد للقاطع السيدية، بقتها كانت الشرطة الوطنية، فرحنا إسناد إلهم. يعني كانت من مناطق ساخنة السيدية
ومقابيلها الدورة، وهاي احنا نعرفها يعني، ليش كلنا نعرفها انه هاي كانت ساقطة بيد تنظيم القاعدة. فمن رحنا اخذنا مقر ونصبنا وزعنا السرايا والسيطرات وبدينا بالمداهمات وملاحقات التنظيم من دار الى دار، وقتال يعني قتال ما بين غرفة وغرفة. فأنا كذا بقيت بالفوج، صار تعرض على احد السيطرات فرحنا سناد لهم. بعد رجوعنا البريك عندي مات الهمر شوية حجر، فجيت امشي علي كيفي بيها، قلت لما اوصل للمقر عالجها سيطرة يعني انا اصلحها. فطبقت العجلات الهمر كلهم بسرعة واحد، فنزلوا الجنود يعني هذا اللي يحلل هذا اللي تعرف يعني يرجع من الواجب. فأنا نمت جوا السيارة شفت شيء غريب ملطوش لازق بالمؤخرة، مؤخرة العجلة. فاستغربت يعني هذا الشيء أنا ما سامع به ولا شايفه ولا ندري به. فسحبته حسيت به صارت شلون الصوت وسبرنجات يعني فشي يعني مصنع هيك يعني ما أعرف يعني تشكيلته. فالولد أنا واقف بنص الولد ما يقارب بينا 15 واحد 20 واحد، فعرفتها أنه هاي عبوة. فركضت بيها أنه أحاول أن أشبرها عن بعيد عن الولد. فطلعت من المجمع مات الولد شمرتها، بين ما شمرتها هي انفجرت علي. فجرت بيدك؟ كانت بيدي هاي يمني ساعة الانفجار. فشمرت أنا بالهواء، فحسيت الولد أنه إجوا يركضون علي، حطوني بالعجلات وطلعوا بي المستشفى ليرموك. هاي كنت أشوفه بهاي العين اللي هي اليمنى واليسرى، كنت أشوف بيها. بس من الحالة اللي بيها كنت آني المستشفى ليرموك ما يعني قالوا ما نستقبلها، حولوها لمدينة الطب. فنفس العجلات العسكرية وإخواني الوياية والمراتب والضباط نقلوني إلى مدينة الطب. بالطريق إحنا متجهين إلى مدينة الطب فقدت البصر. بعد ما وصولي الى المستشفى اخر صوت انه اخوتي والضباط ظل يحاكوني، كلمت وياهم كلمتين فقدت الوعي، وفقدت الوعي شهرين. لما رجع لي الوعي الحمد لله والشكر والدتي واخوتي اخواني كانوا يمي، ووالدتي اللي ما فارقتني يعني اللي فارشة تحت السرير مالي وقاعدة. شنو اللي فقدت وسام يعني خلال الإصابة؟ فقدت البصر، عيوني، تك إذني أسمع بيها، هاي إذني اللي ما أسمع بيها، حاسة الشم راحت، أطرافي يعني رجلي اليمنى فوق الركبة، ايدي، هاي رجلي اليسرى ربعها تشف مالتها وقت القدم ربعها، اربع اصابع عندي بهاي ايدي والحمد لله والشكر ما دام الله مطينا الصحه والعافيه ومطينا النفس انه اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله انه انا بعدني عسكري، بعدني منتسب، بعدني انه اني التقي بهالناس الطيبة. الله منحني هاي الحياة والحمد لله وشكر. اكيد طبعا من خلالك ومن خلالنا نوجه تحياتنا لكل الاطباء العراقيين الشرفاء اللي كان لهم دور في علاجك وعلاجي وعلاج كثير من الجرحى
خاصة في الآونة الأخيرة ومشاركتهم أيضا في الخطوط الأمامية وتواجدهم من خلال المستشفيات الميدانية. وسام، أريد كلمة من عندك لجرحان الأبطال حتى يستمرون بالحياة ويستمرون بالعطاء ويخرجون من الظلمة اللي قسم من عندهم وقعوا فيها. والله سيدي العزيز، يعني الجيش العراقي وإخواني الجرحى هم أبطال اللي قاتلوا أشرس قوة بالعالم، أشرس قوة بالعالم هي داعش، وما لفت ما لفت داعش، وما اللي إجوا ويا داعش. يعني هذا بصمة للجيش العراقي ولجميع قوات الأمنية من فصائل قوات الحشد الشعبي البطل وغيره وغيره. هذا ما يحتاج واحد يقولهم أنتوا هم أبطال، هم أبطال، هم ذولي. يعني أني أبوس تراب رجليهم، ذولي أبطال، ما يحتاج أنه أني يعني أزيد معنوياتهم، لا بالعكس، هم فخر، فخر إلي وفخر البلدهم وفخر العمامهم وأخوتهم وناسهم ودولتهم. لا أعرف كيف أختم، لأنني والكلمات ننحني أمام شجاعته وبطولته واستبساله. فعلا تحدى بإرادته إصابته، إنه الجريح وسام علي عبد الحسين.